الحياة البرية ما لم تكن في أعلى السلسلة الغذائية سيحاول كل شيء أن يأكلك من أجل البقاء على قيد الحياة، فإما أن تختبئ سريعا أو تحصل على آلية دفاع مروعة. إنه ثعبان، فما الذي قد يحدث عندما يحاول حيوان مفترس شرير مثل التمساح الكايمن، وهو ما يعادل تمساحا من الأمازون، أخذ قطمة من ثعبان كهربائي؟ فهل سيصاب بصدمة حياتي؟ أو هل تنطفئ الأنوار للتمساح غريب الأطوار؟ إذا بطارية من 9 بعثات استكشافية ذلك، وتصنيفها لنوعين آخران من الثعابين الكهربائية، ويصل طول الثعبان الكهربائي إلى 8 أقدام ويزن هي الصغيرة. ولعدة قرون كانت القبائل الأصلية في فنزويلا تستخدم الأحصنة للقبض على ثعبان البحر الكهربائي، حيث يستخدمها رجال القبائل لقيادة القطعان من الخيول البرية في البرك الموبوءة بالأنقاليس. فإن حوافر الحصان ستخرج الطين وتجعل جميع الأنقاليس يقفزون من الماء ويهاجمون رجال القبائل الذين ينتظرون حتى نفاد الصعقات من سرب الثعابين التي يتم تفريغها بسرعة قبل القفز والتقاط 1 أو 2 لتناول العشاء. شهد المستكشف الروسي ألكسندر فوت هومبولت هذه التقنية، والذي أصبح في عام 1800 مفتونا تماما بهذا المخلوق الغامض في قرية نائية في فنزويلا، وأعد سلسلة من التجارب الخام لاختبار قوة صدمة ثعبان البحر. هناك فولتاميتر أو مقاييس تيار. سوف يمسك هومبولت ببساطة ثعبان البحر ويقيم بشكل حسي قوة كل صعقة كهربائية، وبعد 4 ساعات من التجارب وبعض الصعقات المروعة بالتالي. إذن كيف تعمل ثعابين البحر الكهربائية؟ على الرغم من معرفة أن الثعابين الكهربائية تحمل صعقة كهربائية قوية بشكل خطير، سيستغرق الأمر ما لا يقل عن 100 عام قبل أن يكتشف العلماء كيف تفعل ذلك. أزواج من الأعضاء المتخصصة في جميع أنحاء البط، وتحتوي هذه الأعضاء مماثلة لخلايا البطارية، يسمح تنظيم وتجديسها من الأيونات المشحونة بالتدفق من خلالها، حيث تقوم بشحن الثعابين الكهربائية أيضا باستخدام الخلايا الكهربائية، وتنبعث تيارا ثابتا من النبضات الكهربائية الضعيفة لإنشاء مجال حول نفسها. يتم استخدام هذا المجال للتواصل والتحديد الكهربائي النشط في الرؤية في بيئتهم المظلمة. كيف تستخدم الثعابين الكهربائية هذا الجهد للقضاء على الفريسة؟ بعد استشعار اضطراب في الماء، يصدر ثعبان البحر الكهربائي 2 أو 3 نبضات قوية تصل إلى 860 فولت، وتعمل هذه النبضات عالية الجهد مثل صاعق كهربائي بعنف في الماء، وتولد هذه الحركة المفاجئة موجات تكشف مكان اختباء الحيوان. كم تبلغ سرعة صعقة الأنقاليس الكهربائية؟ تستطيع الثعابين أن تصعق الأسماك مؤقتا في أقل من 3 أجزاء من الألف في الثانية، ومجرد أن يتم تجميد الفريسة يمكن أن يبتلع ثعبان السمك الكهربائي وجبته بالكامل. وإذا لم يكن ذلك مرعبا بما فيه الكفاية، فمن المعروف أن ثعابين السمك تقفز من الماء وتضغط على ذقنها لصدمة أكثر حدة، فلماذا يحدث هذا؟ عندما يتم غمر ثعبان البحر تماما، يتم توصيل التيار بواسطة الماء الذي يغلق الحلقة، وعندما يقفز من الماء ويضغط على ذقن القطب الموجب مقابل هدفهم، يجبر التيار الكهربائي على الانتقال عبر جسم الهدف للوصول إلى القطب السالب، والنتيجة النهائية هي صدمة أكبر. قام العلماء بقياسها في تجربة باستخدام ذراع اصطناعية مزودة بأجهزة استشعار كهربائية تضيء عندما تم تنشيطه. عندما تم وضع الذراع في الخزان، قفز ثعبان البحر من الماء مما تسبب في أعلى تصريف من أسفل ذقنه مباشرة. هل تعرضت يوما لأحد الصعقات الكهربائية من الأسماك أو التجارب؟ نعرف جميعا أن الثعابين الكهربائية تقضي بانتظام على الأسماك الصغيرة، ولكن ماذا عن الحيوانات الأكبر حجما مع ثعبان البحر الكهربائي؟ حيث تعمل نبضات التحذير من ثعبان البحر الكهربائي على إيقاف القاتل المميت. يتشنج التمساح بضع ثوان قبل أن يستعيد ربط جأشه، وفي أوقات أخرى لن يكون محظوظا جدا إذا تمكن التمساح من الحصول على عضة جيدة على ثعبان البحر، حيث يتم تفريغ صدمات الجهد العالي الخاصة به وإغلاق فكه في حالة من الجمود المذهل. وكل واحد من ألياف عضلات التمساح تتشنج ولا يمكن السيطرة عليه قبل أن